سيادة الرئيس قال خلال هذه الاحتفالية أنه تكريم المرأة المصرية والأم المصرية هو أمر يعني يسعده، واستهل حديثه بخالص التحية والتقدير إلى المرأة المصرية العظيمة صانعة مجد الوطن والأساس المتين ومنبع الأمل في المحن والشدائد، كل عام وأنتن عزة الوطن ومصدر قوته. خلونا نروح للكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة شباشي لنسألها عن الحقيقة دلالات حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضور هذه الاحتفالية ورؤيتها أيضا لدور المرأة المصرية. أستاذتنا الفضلة مساء الخير يا فندم. مساء النور. إزي حضرتك؟ الله يخليك. كل سنة وحضرتك طيبة، وكل يعني امرأة مصرية عظيمة تعيش على أرض هذا الوطن أو رحلت طيبة وبخير وتبقى دائما سندا للوطن يا أستاذة فريدة. حضرتك قولي لي، شايفه احتفاليه المراه المصريه في هذا العام ازاي؟ وحرص سياده الرئيس على الحضور دوما يعني في تقليد راسخ من عده سنوات. اولا لان سياده الرئيس راجل مصري اصيل. راجل معجون بالحضاره المصريه وبحب الوطن، لانه عارف ان احنا دوله عمرها ما عرفت ازدراء المراه او اعتبرها عوره زي ما كان بيتقال في السنه السوداء الحالكه السواد. يعني ده رئيس عارف ان الوطن لا ينهض الا بكل من فيه رجل كان او امرأة، وانه ليس هناك عظيم في التاريخ ما كان له وجود لو لم تلده امرأة. فالرئيس السيسي يعني بيتصرف مع المرأة المصرية من منطلق كل القيم اللي تحرص عليها كل الأديان وخصوصا كمان الدين الإسلامي. صحيح. والنهارده زي ما سمعته كان بيقول ان الرسول قال استوصوا بالنساء خيرا. يعني في كذا حاجه هو دايما بيحتزم الجانب المضيء الايجابي البناء بعكس الناس اللي طول النهار بيفكروا في عكس العلم. صحيح. انا بالنسبه لي التكريم اللي شرفت بيه النهارده. الف مبروك يا استاذه فريده، تستحق يعني. شكرا. له جانبين، جانب ان انا كنت سعيدة جدا جدا انه من الرئيس السيسي، لان بحترمه وبحترم كل اراءه وبعتبره هدية ربنا لنا في مصر. صحيح. وبعتبره حتى الانسانية كلها النهاردة بدأت يعني تحتذي بنفس التجارب اللي قام بيها الرئيس السيسي. الحاجة الثانية ان انا بالنسبة لي كمان انا على المستوى الشخصي قوي 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 ان بلاقي ان ربنا كرمني بانه اهل بلدي بيحبوني وبيقدروني طبعا، والقياده السياسيه بتقدرني، وان انا اديت واجبي كما يجب وكما لابد ان يؤدى. يعني طبعا لان حضرتك علامه يا استاذه فريده يعني. شكرا. وده بيدفعني الحقيقه، وكنت صوت عالي في وقت محاوله اختطاف مصر، وانا كان ليا شرف حوار حضرتك في برنامج استوديو 27 هنا في التلفزيون المصري لتردي على مجد عبد العاصم وغيره الحقيقه من هؤلاء دعاة الظلام والادعياء. خليني اسال حضرتك طيب عن الرسائل اللي واجهها سيادة الرئيس النهاردة بالإضافة إلى تقديره لقيمة المرأة ومكانتها، وإنه لا يمكن الوطن أن ينهض إلا بجناحيه، ودور المرأة في الاقتصاد، وسيادته حتى اتكلم عن فكرة الإصلاح الاقتصادي ودور المرأة، الإصلاح اللي تسبب الحقيقة أو كان سبب في صمود مصر الآن في ظل هذه التحديات. يعني ده حتى المرأة هي اللي طلعت الشباب، طلعتكم أنتوا الشباب اللي طلعتوا في التحرير تحموا مصر في 30 يونيو. صحيح. يعني ما بين 35 و40 مليون مصري. بس هو طبعا الحاجات السلبيه اللي في المجتمع المصري اللي دخلت عليه، اللي وفدت علينا مع الثقافه الظلاميه والرجعيه والمتخلفه، يعني هو بيحاول يطهر مصر منها، زي التحرش، زي العنف مع المراه، زي الختان، زي يعني في زي يعني حجز وضع حواجز بين المرأة وبين وظائف معينة في الدولة. فهو النهاردة قال لنا ان كلنا زي بعض، والحاجة الوحيدة اللي تميز مصر عن الآخر هو الكفاءة. صحيح. والإخلاص والعطاء للوطن والقدرة على أداء مهمة معينة أو وظيفة معينة. تضحيات المرأة المصرية كمان مختلفة يا أستاذة فريدة. قيادة المرأة مش سامعة كويس.
تضحيات المرأة المصرية مختلفة الحقيقة. طبعاً يعني كنا بنشوف نماذج وأمثلة، أم فقدت ابنها مثلا شهيد في الحرب على الإرهاب وهي صامدة وصابرة وليس لديها مانع من أن تقدم الابن الآخر يعني لحفظ مقدرات الوطن. هو ده اللي خلى السيد الرئيس يعني بيلقي الضوء على تضحيات المرأة المصرية وعلى صمودها وعلى زي ما بنقول احنا جدعانتها، كل ده هو بيلقي عليه الضوء. ما انا بقول لك ده بعكس اللي كان بيقول لك المرأة يعني ما فيش مصيبة ما حطوهاش على المرأة، وده على فكرة ده تدمير للوطن. صحيح. لان انت لما تشل نص الوطن، لما تخلي كل الاناث في الوطن بعيد عن اي حاجة، يعني انت بتشتغل بنص جسمك. صحيح صحيح. بينما انت لازم تشتغل بايديك الاثنين وتشوف بعينيك الاثنين وتسمع بودانك الاثنين وهكذا. فهو ده اللي الرئيس شافه، لانه هو مصري اصيل ومصري محترم ومصري يعني عنده قيم واخلاق فعلا كنا بنفتقدها طوال يعني فترة طويلة فاتت. يعني ودون مبالغة ما حصلت عليه المرأة يعني من حقوق وتمكين خلال سنوات حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا اكون مغالي اذا قلت انه لم يحدث في تاريخ مصر. يعني عدد يعني الوزيرات، مجلس النواب، نتكلم عن المراه قضيه، ومؤخرا حتى مجلس الدوله وغيره. يعني هو كان بادي يبقى يعني كان بادي الانطلاقه الجميله دي كانت باديه في الستينات، كان عندنا وزيره وكان عندنا برضو يعني مراكز كبيرة للمرأة. صحيح. لكن للأسف بعد كده دخلنا في الـ يعني زي ما تقول الانحناء للثقافة دخيلة علينا ولا علاقة لها لا بينا ولا بقيمنا. فالرئيس السيسي أعظم حاجة في رأيي بيعملها النهاردة إنه بيعيد مصر لمكانها ولمكانتها، لأن خسارة إن مصر كانت تبقى زي ما هم حاطينها كده. ألف مبروك أستاذة فريدة التكريم، وتحياتي لحضرتك وأشكرك على هذه المداخلة.